يا عمي مستحيل سيام يسوي فينا كذا. إيرين مستحيل يسوي في ميكاسا كذا. إيش شاف منها غير الحب والاحترام؟ بس من جد هي كانت تلحق وراه دائما وتحميه دائما. إيوة يا أخي لأنها تحبه مو لأنها عبدة. لا والله شكلها عبدة. لا يا أخي وش اللي عبدة؟ إذا هي عبدة معناته ليفاي كمان عبد. أنت العبد يا خبل لا تسب. طيب آرمن المسكين ليش يسوي فيه كذا؟ الله ياخذ شيطانك يا سيام على هالحوسة. يلا ما عليه، على الأقل ليفاي برد قلوبنا في القرد ووراه مقامه. مش فيني نسيتكم وقمت أسولف مع نفسي. معليش يا جماعة. يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه، كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية. حياكم الله في مراجعة الحلقة. أنا خلوني فصخ ذا، خلوني فصخ ذا. هذا يصلح للفايت، هذا لما تروح تدعس على القرد تلبسه، مو لما تصور ما يصلح. معليش حياكم الله في مراجعة الحلقة 14 من الموسم الأخير لأنمي أتاك أون تايتن. عذروني على التأخير يا جماعة، ولكن حصلت ظروف خارجة عن الإرادة. وقبل ما نبدأ الفيديو لا تنسى تشترك في القناة لو أنت مشترك، والضغط على زر الإعجاب لأنه جدا جدا مهم وبيساعدني كثير. وليتس جيت ستارتد. حلقة أمس كانت حلقة جدا جدا قوية، حلقة تحبس الأنفاس وترفع الضغط في نفس الوقت، حلقة كشفت لنا أسرار صادمة سقطت على إثرها دموع ميكا. سقطت على إثرها دموع ميكاسا المسكينة، وسقط على إثرها الطيب والحبيب آرمن على وجهه. إيرين ييجر يا جماعة جالس يفوز ويحقق انتصارات وراء بعض في بارادايس، وزيك جالس يتحول إلى تقاطيع كالعادة، ما في شيء جديد. وعلشان أكون صريح معاكم، أنا كنت محتفظ بهذه المعلومة لنفسي، ولكن راح أصرح فيها. أنا مع إيرين. يب أنا مع إيرين ومع عودة واستعادة مجد إلديا. الوضع حاليا مثل ما قلت لكم حرب، ما عاد فيه يم مرحميني. تتوقعون لو العالم جاتهم فرصة على بارادايس بيرحموهم؟ لا والله، ما في أحد على حق ولا في أحد على باطل في هذه الحرب. الكل جالس يقاتل لأجل قضية جدا قديمة بدأت من آلاف السنين، وإيرين اختار أنه ينهي هذه المهزلة وأنا معه. وإنت كمان بك سايد يا حبيبي، هل أنت مع باقي دول العالم ومع مارلي اللي مستعدين يمسحون بارادايس بمن عليها من على الخريطة، ولا هل أنت مع الملك إيرين اللي هدفه الوحيد حماية شعبه واستعادة كرامتهم المسلوبة، ولا هل أنت مع آرمن وميكاسا وبقية الجبناء اللي يبحثون عن السلام اللي ما عاد له وجود أصلا؟ أي نعم أنا مع إيرين. خلاص ضربت صدري كثير، أهجد. بتقولون إيرين يبغى يدمر كل العالم يوجيه يصحى لعقله. طب وش تبغى يسوي إذا العالم كله عدوه؟ بتلومونه؟ كل العالم جاي يدمره، أنا أروح أدمرهم قبل ما يدمروني. حرب هو اللي سواه في آرمن وميكاسا شيء يقهر ويحرق القلب، وأنا معاكم. أنا مش قاسي للدرجات دي، وأنا شخصيا أعتبرها من الكاتب انه يخلينا نشوف المشهد القاسي هذا بين الثلاثه الاصدقاء. لكن يا جماعه خلونا نكون صادقين، خلونا ايش كذا نجي على انفسنا ونعترف، إيرين ما سوى شيء غلط. ما في احلى من الحقيقه وان كانت مره. ايش الافضل، انك تعيش حياتك عباره عن كذبه، ولا تعرف حقيقتها وان كانت مره وتتعايش معها او تشوف لها صرفه؟ وكون ميكاسا عرفت اصلها الحين وسبب ملاحقتها لإيرين ليل ونهار وإيري إيري 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 إيري، فخلاص هذا الشيء يفسر لها كل حاجه. هي الان على الاقل عرفت ايش هي وعرفت ايش اصلها ولازم تتصرف. انا عارف واتفق معاكم جدا انها حقيقة مؤلمة اللي اكتشفناها عن ميكاسا، ولكن على الاقل اكتشفت الحقيقة. خلاص هذه حقيقتي، يا انك تتخذ قرار تجاهها وتبدأي تسوي اي شيء، او انك تستسلمي وتجلسي تبكي براحت. حتى آرمن عرف وضعه حاليا وسبب هوسه الغريب بآني وتصرفاته الغريبة مؤخرا. وأنا من وجهة نظري يا جماعة أقولها لكم بكل صراحة، أنا أشوف إنه هذه أفضل هدية قدمها لهم إيرين. قدم لهم الحقيقة، ما فيه أحلى من الحقيقة هدية. وحطوا ببالكم حاجة مهمة جدا، إيرين كان داخل يقول كلمتين ويطلع، له داخل يضارب وله داخل يهاوش. دخل واعترف لهم بحقيقتهم، وكان أسلوبه شوية معفن بس خلاص اعترف لهم بحقيقتهم. وآرمن تحمس وقام يسوي مشاكل لأنه رفض يتقبل الحقيقة وأكلها على وجهه. إيرين ما سواش حاجة غلط، اوكي جرح ميكاسا الحيوان، بس حقيقة يعني بالله ايش كنتم متوقعين يا جماعة؟ ياكلون تشيز كيك على هذيك الطاولة، وقابي تعزف لهم عهد الاصدقاء، قوة الصداقة هذه في سبيستون والانميات الثانية الله يرضى لي عليك. كلام هذا ما له وجود في قاموس إيسياما يا جماعة، ارفع له القبعة حقيقة على جرأته، وانت كمان مفروض ترفع له القبعة، اوكي؟ يقول إيرين إنه الذكريات هي اللي تحدد هوية البشر، وهذا الكلام علميا صحيح ولا عليه أي غبار. ذكرياتك هي أنت، هي شخصيتك، هي أهدافك، هي ردود أفعالك، هي مشاعرك، والأهم من هذا كله ذكرياتك هي حريتك. أنت قوي الآن لأنه في ذكرى معينة في ذكرياتك جعلت منك شخص قوي، أنت ضعيف الآن لأنه في ذكرى معينة في ذكرياتك جعلت منك شخص ضعيف. ذكرياتك من لحظة ولادتك هي اللي أسست شخصيتك الحالية. ولكن ماذا لو، ماذا لو اندمجت ذكرياتك مع ذكريات شخص ثاني بطريقة ما؟ هل راح تظل انت مثل ما انت؟ هل راح تظل عندك الحرية او حرية الارادة؟
مستحيل. لو حصل واندمجت ذكرياتك مع ذكريات شخص ثاني فراح تصير انت عبارة عن شخصين عايشين داخل راسك، الشخصية الاولى اللي هي انت صاحب هذا الجسد وذكرياتك، والشخصية الثانية اللي ورثت ذكرياتها. وهذا اللي حصل مع ارمن، وهذا اللي كشفه لنا ايرين في حلقة امس. ارمن لما ابتلع بيرتولد واخذ منه قوة عملاقه، هو ايضا اخذ معاه ذكرياته، واخذ مشاعر بيرتولد، واخذ تخبط بيرتولد، واخذ كمان حب بيرتولد لاني. ذكريات بيرتولد لما انتقلت لارمن معناته ان بيرتولد عايش داخل ارمن وصار جزء منه، وجالس يتحكم بمشاعر ارمن، وجالس يؤثر ويشوش على قراراته، بمعنى انه حرية ارمن ما عادها مستقرة زي زمان بسبب تأثره الكبير بذكريات ومشاعر بيرتولد. للأسف يا جماعة ارمن يفتقد الحرية اللي شرطها الوحيد انها تكون نابعة من شخص واحد يملك نفسه. ولكن لحظة، لو هذا الكلام صحيح معناته انه ايرين كمان فقد نفسه. ايرين الان ورث ذكريات ابوه والمؤسس والمطرقة، فهل هذا يعني انه ايرين كمان فقد حريته؟ او هل هذا اصلا ايرين اللي جالسين نشوفه، ولا ايرين ما عاد له وجود؟ هل في احد جالس يتحكم بايرين وايرين مدفون داخل هذا المزيج الهائل من الذكريات؟ سؤال يراودني. احنا الان امام احتمالين، اما انه ايرين برضو داخل عدة شخصيات ومشاعر وذكريات كثيرة وتاريخ العمالقة والبشرية كلها، وحاليا الشخص اللي قدامنا هذا ما هو فقط ايرين بل هو اشياء كثيرة نجهلها، او ان الشخص اللي يملك العملاق المؤسس يكون حالة استثنائية ويكون يملك الارادة الحرة ولا تؤثر عليه ذكريات غيره. لحسة مخ، واللي جالس يسويه ايرين الان جزء من النضج والوعي اللي حصل له بعد رؤيته لذكريات العمالقة اللي داخله. احتمالين قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة، وفي كلا الحالتين ما أقدر أقول إلا شكرا يا إيسياما على لحسة المخ، أنت أثبتت لنا أنك داهية تمشي على الأرض. Thank you very much and thank you. يا قلبي عليك يا ميكاسا، بالله كيف تجرأت يا إيسياما؟ كيف تقدم لنا واحدة من أكثر الشخصيات جمالا وقوة وأناقة وفجأة تصدمنا فيها كذا؟ ليه؟ ليه؟ إيرين يا جماعة يكشف لنا سر كبير ثاني، وهو أنه عائلة الأكرمن عبارة عن خدم وعبيد للملك فريدز أو المؤسس. الملك فريدز برمج عقول الأكرمن على طاعته وخدمته وحمايته وحماية الإلديان. الملك فريدز منح الأكرمن قوة هائلة بحيث يكونوا حماه وحرس له، وعلشان يضمن ولائهم زرع داخلهم العبودية باستخدام قوة المؤسس. كل شخص من عائلة الأكرمن للأسف يفتقد للحرية. ليش؟ لأن داخله شخصيتين برضه، شخصية اللي تولد فيها وكمان داخله عبد هدفه يحمي سيده فقط. ميكاسا هي ميكاسا اي نعم، ولكن داخلها او نصفها هو عبد ينفذ اوامر سيده ويحميه ويتبع اوامر وين ما راح. ولانه ايرين هو اللي كان السبب في تفعيل قوة الاكرمن داخلها لما كانت صغيرة، بمجرد ما تفعلت قوة الاكرمن داخلها في هذيك اللحظة هي برضو تفعلت داخلها العبودية، وصارت للأسف عبدة عند ايرين بدون ما تحس ولا تدري حتى. صار هدفها الوحيد حاليا حماية إيرين وتنفيذ أوامره. في البداية قلنا الكلام هذا غير صحيح وإيرين جالس يسوق أمها، بس بمجرد ما آرمن حاول يهجم على إيرين ميكاسا مسكته مباشرة وثبتته على الطاولة، وهذا معناته إنه كلام إيرين صح. أنا آسف يا جماعة، والله أقولها بكل أسن وقهر، والله إني تصلبت قدام الشاشة وأنا أشوف هذا المشهد. ميكاسا مجرد عبدة تخدم سيدها إيرين لا أكثر. قد تكون تحب إيرين بطريقة ما فعلا، ولكن معظم تصرفاتها تجاه إيرين نابعة من عبودية. الله ياخذ شيطانك يا إيسياما. ايش في؟ خلوني لا استسلم لمشاعري عشان اقدر اصور الحلقة بس. وعشيرة الاكرمن بكبرها عبارة عن عشيرة كاملة من العبيد، ولو حاولت ميكاسا او اي شخص من الاكرمن يقاوم العبودية المزروعة داخله راح يعاني من صداع شديد، لان شخصيته الحقيقية تحاول تخرج من قفص العبودية ولكن دون جدوى. طيب يا وجيه الله يصدم عيشة شيطانك، هل هذا الكلام ينطبق على ليفاي؟ قلنا لكم الاكرمن يا جماعة ما يحتاج. ايوه ليفاي اكرمن، ليفاي عبد. انا اسف بس ايوه ليفاي عبد، كل الأكرمن عبيد. ولكن ليفاي عبد عند مين ويخضع أمام مين، أو إيش هي آلية العبودية بالضبط؟ صراحة ما زالت هذه المعلومة غير واضحة بالنسبة لي وما ودي أتفلسف فيها، ولكن الأكيد إنه ليفاي ما هو تحت سيادة إيرين، لأنه أكثر من مرة ضرب إيرين، والعبد مستحيل يضرب سيده، على عكس ميكاسا اللي لطالما كانت تخدم وتحمي إيرين ولا عمرها يعني إيش تجرأت عليه بالذات في الفترة الأخيرة. معلش وش نسوي؟
الآن الخمر المنتشر بين فيلق الاستطلاع وبين قادة بارادايس والشرطة العسكرية عرفنا أنه يحتوي على سائل زيك الشوكي، والآن زيك يقدر في أي لحظة يستخدم قوة صرخته ويحول كل شخص شرب من هذا الخمر إلى عملاق همجي. طيب يا وجيه، مو مفروض أي شخص يشرب سائل زيك الشوكي يصير مشلول؟ ليش ما حد انشل؟ كلام جميل، بس الكلام هذا يا حبيبي طلع كذبة اختلقها زيك علشان ما يخلي أحد يشك في شرب الخمر. يعني زيك فوق إنه رمة كمان كذاب ومشروع مقلقل. لا والله إنه مو رمة، والله إنه شجاع، مين يقدر يخطو خطوة زي كذا إلا واحد شجاع. ليفاي بعد ما عرف إنه إيرين هرب وجالس يبحث عن أخوه زيك وإن عند الأخوين ييجر خطة خفية، يقرر مباشرة إنه يخرب هذه الخطة ويجهضها قبل وقوعها. فيقول ليفاي يا جماعة خلاص لازم نخلي أحد يأكل زيك، أنا الآن بروح أقطع أطراف زيك علشان أضمن إنه ما يهرب أو يتصرف تصرف طائش. ولكن للأسف زيك ما هو سهل، زيك شيطان وداهية، فكان عنده خطوة قرر يتخذها لما بدأ يستشعر إنه إيرين هرب. وفجأة يقرر زيك إنه يهرب أخيرا ويصرخ صرخته ويحول كل الجنود اللي حول ليفاي إلى عمالقة. وفجأة صار ليفاي في مواجهة 30 عملاق همجي. إيش أسوي؟ أقتلهم؟ هذولي أصدقائي من شوية كنا نأكل ونشرب مع بعض. آه يا قلبي عليك يا ليفاي، أنا الأوان إنك تتخذ قرارك بنفسك، أنا الأوان إنك تنفجر غضبا وتخرج قوة الأكرمن العظيمة اللي داخلك. فلا أصدقاء الأمس موجودين، ولا القائد إيروين موجود، ولا حتى أمل إلديا لك مبتسم. أنت الآن يا ليفاي وحيد وحولك 30 عملاق همجي، العدو حولك والعدو الأعظم كذلك أمامك يهرب. وفي لحظة حاسمة لسان حال ليفاي يقول: أنا تجرعت الظما لين احترق وجهي وذاب، أنا كسرت بخاطري قبل الصداقة تكسره، أنا خسرت اللي غيابه غير عن كل الغياب، أنا غفرت العالم إن ما تستحق المغفرة. ويقرر ليفاي إنه يقتل كل العمالقة اللي هم أصدقائه ورفاقه، وينطلق بسرعة البرق باتجاه زيك الهارب اللعين. وكل قهر وكل حرقة في قلوب المتابعين على ميكاسا وعلى آرمن، كل دمعة نزلت على خد ميكاسا، وكل ضربة صفعت وجه آرمن يردها لنا ليفاي في وجه القرد أضعاف وأضعاف، وكأنها حبة مسكنة للألم اللي عشناه في بداية الحلقة. زيك يا جماعة الخير صار يشوف ليفاي مثل الكابوس، يا بويا هذا إيش يوقفه؟ القزم هذا ما راح يتركني في حالي، حولت أصحابه 30 إلى عمالقة، 30 عملاق هزمهم بين رمشة عين. القرد من كثر ما هو عارف إنه بياكل تراب لا محالة مسوي قدرة التصلب على رقبته من بدري، عارف إنه ما راح يأكل عيش قدام ليفاي، عارف إنه ليفاي بيغلق الليلة 3-0 سريع سريع. وبالفعل ليفاي استخدم حيلة ذكية وشتت انتباه القرد عن طريق تقطيع أغصان الشجر إلى أن لقي الفرصة المناسبة وينهال على رقبة القرد ويفجر أبوه هو ورقبته المتحجرة وعملاق القرد اللعين. آخ الله يبرد قلبك يا ليفاي، ثلشت صدور انه يا رجل. الى ما انا يا جماعه قتال كان من اروع ما يكون رغم انه كان سريع ومختصر. الاغنيه اللي اختاروها ما هي مثاليه ولكنها تركت طابع حماسي للمشهد. كالعاده يظل قتال ليفاي ضد القرد في كل مره قتال جدا فاخر ويبرد القلب. الان ليفاي دمر زيك وخلاه تقريبا في حاله اشبه بالموت وسحبه من شعره، ولكن الى اين؟ الى وين رايح ليفاي بهذا المختل؟ احنا امام احتمالين احدهما ارجح، اما انه ليفاي راح ياخذ زيك ويخلي احد من العمالقه الهمج ياكله، ممكن يكون ليفاي ما قتل كل العمالقة الثلاثين ويخلي واحد منهم يأكله ويصير إيش هو العملاق الوحش، وبكذا تكون خطة إيرين وزيك راحت بطيخ، أو إنه إيرين راح يوصل لزيك ونشوف مواجهة ما بين ليفاي وما بين إيرين. وقد يكون هناك احتمال ثالث مخبيه لنا إيسياما، الله أعلم إيش هو. وبرضه نقطة جدا مهمة بخصوص صرخة زيك يا جماعة، وهي إنه لها أثر ومساحة معينة، لأن كل اللي شربوا الخمر في الغابة يعني أو في هذاك النطاق تحولوا مباشرة إلى عمالقة، ولكن أثر الصرخة وصل إلى بارادايس، وبعض اللي شربوا الخمر أصيبوا برعشة كذا خفيفة أو كهربة في الجسم زي ما قال فالكو. يعني كل شخص شرب من الخمر داخل بارادايس كان على وشك أنه يتحول، ولكن لأن زيك بعيد عنهم وصلهم جزء بسيط جدا من تأثير الصرخة وكان على شكل رعشة بسيطة. ولكم أن تتخيلوا لو زيك وصل إلى بارادايس بطريقة ما وصرخ، إيش راح يصير؟ إيش راح يصير؟ يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. إيرين الآن يا جماعة بمنهجيته الجديدة بدأ عصر جديد ودولة جديدة. إلديا القديمة والحكم الإلدي القديم الجبان المستخبي داخل الأسوار لا يعني له شيء على الإطلاق. إيرين الآن قرر إنه خلاص لازم نعيد بناء إلديا من الصفر. التفكير القديم والنهج القديم اللي اتبعته بارادايس وقادة بارادايس ما عاد ينفع بريال ولازم نتخلى عنه. بارادايس ظلت مئات السنين تحت رحمة فريتس والعالم ومستخبين خلف الأسوار وفي جزيرة نائية. بارادايس ظلت مئات السنين وهي خائفة من المجهول. آن الأوان لكل هذه العادات
العادات والتقاليد أن تختفي. أنا الأوان إننا نكسر قاعدة هذا ما وجدنا عليه آباءنا ونواجه العالم ونفرض قوتنا ونستعيد مجد إلديا اللي نستحقه. وعلشان هذا الشيء يتم لازم ندمر وننهي كل شخص له قوة وسلطة وما زال رأسه يابس ومغسول بالعادات والتقاليد القديمة. زاكري إحنا آسفين بس يلا بوم مع السلامة. وأي شخص يحاول يوقف في طريق إيرين بحجة إنه هذا ما وجدنا عليه آباءنا أو بحجة إنه في طريق للسلام راح يتم تدميره مباشرة. أنا العملاق المهاجم، أنا العملاق المؤسس، أنا أقوى حاجة تملكها بين يدك، ليش ما تؤمن فيني؟ ليش؟ أنا عندي القدرة على التخطيط وعندي القدرة على قيادة الدولة، ليش تفكر تخلي أحد يأكلني؟ ليش؟ أنت مستهتر، أنت مريض لأني ما مشيت على هواكم؟ أنا أوريك مين أنا وخليك تمشي معايا من فوق خشمك. وهذه الرسالة آمن فيها فلوك من زمان يا جماعة، وازداد إيمانه فيها بعد ما شاف قوة ومنهجية إيرين الجديدة في إقامة الدولة الإلدية الجديدة. إلديا القديمة الضعيفة المتهالكة معاد تصلح. اليوم إحنا أتباع إيرين يقر راح نوقف في صفه لأنه هو أملنا الوحيد وهو اللي راح يقودنا إلى النصر والحرية. نقطة على السطر، الموضوع معاد يحتاج له. فلوك يقول لهم أنتم أمام خيارين الآن، إما تكرسوا قلوبكم وتتبعون إيرين وتقاتلون في صفه وتكونوا جزء من العهد الجديد لإلديا بقيادته، أو إنكم تخضعون للحكم القديم تبع بارادايس الكهل والضعيف وتنتظروا العالم يجي ويدعسكم وبتموتوا في كلا الحالتين. الخيار خياركم، قاتلوا أو تقتلوا، هذا ما وجدنا عليه آباءنا ولا كرسوا قلوبكم لإلديا وللعهد الجديد بقيادة الملك إيرين ييجر. أنا شبي الله يقلع يا جماعة الكاتب هذا، خليني ساكت بس. على كل حال للأسف الحلقة انقطع بثها ولا اكتملت بسبب الزلزال اللي حصل في اليابان، نتمنى لهم السلامة دائما وللجميع إن شاء الله. وعلى ما سمعت إنه راح يعاد بث الحلقة في الأسبوع القادم بالإضافة للحلقة 15، يعني الأسبوع الجاي بيكون في حلقتين، الحلقة هذه كاملة مع الحلقة القادمة. حلقة 10/10 بالرغم من إنها غير كاملة. Thank you إسياما and very much. لا تنسى تسوي لايك وحش، أشوفكم في الفيديو القادم.